بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية. قواعد اللغة. في هذه الفقرة إن شاء الله سنرى لي بارتي دو ديسكور جينيراليتي، إذا نتكلم عن عموميات بدون الدخول في تفاصيل هذا الموضوع. لي بارتي دو ديسكور، أقسام الخطاب. عند الحديث عن أقسام الخطاب ببساطة نتكلم عن كل عبارات، كل جمل التي يمكن أن يتكلم بها الشخص. إذن طبعا عندما يتكلم الشخص في خطاب ما أو في موضوع ما، لابد أن هذا الموضوع طبعا أنه مركب من كلمات. إذن طبعا هنا سنقسم هذه الكلمات إلى أقسام، نقسم الكلمات إلى أقسام. هناك مثل الأفعال، هناك الأسماء، هناك الأحرف. إذن هذا تقسيم لهذه الكلمات. إذن هذا هو المقصود ب لي بارتي دي ديسكور. لي مو كي كومبوز لو ديسكور سون روغروبي با كاتيغوري. إذا نتكلم عن الكلمات كي كومبوز التي تكون أو التي تركب لو ديسكور الخطاب، سون روغروبي أنها تجمع با كاتيغوري، أنها تجمع في أصناف. طبعا كاتيغوري المقصود بها صنف أو نتكلم عن مجموعة. لي مو كي كومبوز لو ديسكور، إذا الكلمات التي تركب أو تكون الخطاب، إذن هذه الكلمات sont regroupées، أنها تجمع par catégorie في أصناف، selon les caractéristiques qu'elles ont en commun، حسب المميزات التي عندها في الاشتراك. المقصود هنا حسب المميزات المشتركة التي عندها. عندما نتكلم مثلا عن أحرف الجر، إذن لابد وأن هذه الأحرف لها مميزات معينة خاصة بها، لذلك صنفنا هذه الكلمات في هذه المجموعة. عندما نتكلم عن الأسماء إلى غير ذلك، طبعا لابد أن هذا يحدث وفقا لمميزات أنها تجمع بينها. إذن هذه الكلمات كلهم عندهم نفس المميزات، هذاك الشيء اللي جمعناهم في واحد المجموعة. سي ديفيرونت كاتيغوري سابيل لي بارتي دو ديسكور. إذن هذه المجموعات المختلفة سابيل، أنها تسمى لي بارتي دو ديسكور، تسمى أقسام الخطاب. On distingue traditionnellement، يعني أننا نميز traditionnellement حسب العادة. ممكن نميز حسب العادة، كاين عندنا لي نو الأسماء، مثلا كلمة شياه كلب، طاولة أو مائدة، بوتي جمال، إسبوار أمل، سابين اسم شخص. مثلا هناك مثلا لدي تيرمينو، كما نقول محددات، مثلا لو اذا نقول مثلا لو مارشي السوق. اذا هاد ال طبعا في اللغه الفرنسيه تعتبر ديتيرمينو، كما نقول محدده. مو شيء ما يعود لي، نقول مثلا مون ستيلو. اذا هاد مو تحسب بين ديتيرمينو. شاك اقول مثلا شاك اليف اسا بلاس، اذا كل تلميذ في مكانه. إذن هاد الشاك تعتبر ديتيرمينو. ثم هناك طبعا كلمات أخرى، أيضا هناك ليزادجيكتيف النعوت أو الأوصاف. أقول عن شيء بأنه بو، أنه جميل، فيغ أخضر، تراديسيونيل أنه تقليدي، مينيسيبال كما نقول بلدي، مينيسيبال كما نقول بلدي، شي حاجة خاصة بالبلدية، شي حاجة خاصة بإدارة البلدية، بلدي أو بلدية. هناك لي برونو طبعا الضمائر، جو، إيل، شاكا، كي. إذا هادو سوسون دي برونو، ماشي بالضروري يكونو بيرسونيل، يعني شخصية. ممكن أننا نجد دوطخ برونو، ممكن نجد ضمائر أخرى. هناك أيضا لي فيرب كما نعرف، هناك الأفعال، إتخ، شونتي، إسبيغي، غرونديغ، فولواغ. إتخ أن تكون أو يكون إلى غير ذلك، شونتي غنى، اسبيري انك تامل. قبل قليل راينا اسبوار، قبل قليل راينا كلمه اسبوار، اذا الامل. الفعل التي جي منا هو اسبيري. هناك ايضا ليسبيرونس، غرونديغ هناك كابورا، هناك فولوار فعل اراده. اذا نتكلم عن لي فيرب بشتى انواعها. هناك ايضا لي زادفيرب بحال بيه، جيد، غروندمون، بشكل كبير، با ايضا كلمه با. لي زادفيرب كما نتكلم عن الظروف،
نتكلم عن ظرفية الفعل أو ظرفية الحدث إلى غير ذلك. إذا نتكلم عن les adverbes. les adverbes يعني الكيفية اللي تيتم بها الفعل. غالبا نتكلم عن الكيفية اللي تيتم بها الفعل. مثلا نقول vite les adverbes. ثم les prépositions. كما نتكلم عن الأحرف، عندنا أ أ je vais à l'école، أنا أذهب إلى المدرسة. عندنا دو je viens de l'école، je viens de l'école، أنا أتيت من المدرسة. ثم هناك دو يعني في، ثم par يعني من. إذا مثلا يقول لك par là، par là مقصود passer par là يعني مر من هنا، par là. ثم pour من أجلي، ثم sur فوق. ثم هناك les conjonctions de subordination، les conjonctions de subordination. طبعا هادو روابط تتربط بينات عبارات، تربط بين عبارات. اذا تتكون عندنا واحد الجمله متعلقه بجمله اخرى تربط بروابط مثل كو، مثل كوم، مثل كون الى غير ذلك. ثم عندنا لي كونجونكسيون دو كورديناسيون، هنا عندنا لي كونجونكسيون دو سيبورديناسيون. سيبورديناسيون تاتي من فعل سيبوردوني، اتبع. نتكلم عن عباره تتبع عباره قبلها، الرابط بينها يكون بهذه الادوات. ثم عندنا لي كونجونكسيون دو كورديناسيون، لي كونجونكسيون دو كورديناسيون. كما نتكلم عن روابط الوصل، نتكلم عن روابط الوصل. اذا نتكلم عن روابط كما نقول الوصل ليست فيها تبعيه كما في الحاله التي قبلها. اذا مثلا عندنا اي، طبعا كما عندنا في اللغه العربيه نتكلم عن حرف العطف، اذا نتكلم عن شيء ثم نعطف عليه شيئا اخر. ثم عندنا او، او اذا اي يعني حرف العطف، الواو و. ثم عندنا او، او ثم عندنا مي ولكن الى غير ذلك. فقط هذه بعض الامثله. ثم عندنا لي زانترجيكسيون، لي زانترجيكسيون هي الكلمات التي تعبر عن الدهشه او عن الاعجاب الى غير ذلك. نقول مثلا اوف هلاس، كما نقول للاسف. هناك بعض العبارات التي تعبر عن دهشة أو تعبر عن إعجاب إلى غير ذلك. إذا نتكلم عن les interjections. ثم عندنا par ailleurs من جهة أخرى il existe des expressions figées. إذا نتكلم عن وجود عبارات figées أنها ثابتة، المقصود بها ثابتة. طبعا تأتي من فعل figées يعني أنك تصمر شيئا وتثبته، تثبته بمسمار. إذا هذا لغة figées. هنا نتكلم على هاد les expressions، نقول بأن هناك des expressions il existe يعني أنه يوجد. عندنا هنا لو فيرب اكزيستي، هذا فعل وجد أو تواجد، ومنها مثلا كلمة ليكزيستونس يعني الوجود. إذا il existe أنه يوجد des expressions، توجد عبارات فيجي ثابتة يعني لا تتغير، كي بريزونت لي ميم كاركتيرستيك كو لي مو دون بارتي دو ديسكور. توجد عندنا واحد العبارات ثابتة رغم أنها تتكون من أكثر من كلمة. إذا هذه العبارات ثابتة كي بريزونت، التي تمثل لا ميم كاركتيرستيك، أنها تمثل نفس المميزات يعني أنها تجمع نفس المميزات. كوليمو دون بارتي دو ديسكور، مثل الكلمات المصنفة في أقسام الخطاب أو في أقسام الكلام. إذن on appelle ces expressions des locutions. نسمي هذه العبارات des locutions، نسمي عبارة des locutions، نسمي عبارات أو نسمي ألفاظ، عبارات أو ألفاظ. إذن locutions مقصود بها عبارات أو ألفاظ. إذن هكذا تسمى. مثلا كلمة n'importe qui، n'importe qui، n'importe qui المقصود بها أيما شخصين اللي كان، كما تنقولوا n'importe qui، n'importe qui أيما شخصين كان. هاد العبارة المكونة من ثلاثة كلمات كما نلاحظ، عندنا نو، ثم عندنا امبورت، ثم عندنا كي. هذه كلها في عبارة كي اون لوكيسيون برونومينال. إذا نتكلم عن عبارة كما نقول ضميرية. عندما نقول نامبورت كي راه بحال تنقول أحمد أو نقول مصطفى أو نقول شخص آخر. نامبورت كي أيما شخصين. مثلا نقول نامبورت كي بو فيغ سو ترافاي، نامبورت كي peut faire ce travail. أيما شخص يستطيع أن يفعل هذا العمل. ممكن أضع مكان هذه العبارة، أضع مكانها اسما. أقول مثلا أحمد ب
faire ce travail. يعني أحمد يستطيع أن يقوم بهذا العمل. إذا عندنا هاد نامبورت كي تأتي في مكان اسم شخص أو في مكان ضمير شخصي. إذا عندنا أيضا كلمة باسكو لأن. إذا هي المقابل ديال كار. نقول كار أو بيان باسكو لأن. أنا قمت بهذا الفعل لأنه كذا وكذا. إذا باسكو. إذا هاد باسكو est une locution conjonctive. Et parce que يصنفها اللغويون يقولون عنها est une locution conjonctive. Est une locution conjonctive. طبعا conjonctif في المذكر, conjonctif في المذكر, conjonctive في المؤنث المقصود بها جامعة. جامعة كما نقول بأن هذه العبارة أن تجمع بين جملتين, كأن تجمع بين جملتين. هم صنفوها هكذا, يعني أنا أقوم بشيء لأنه كذا وكذا. هاد لأنه طبعا اللي تقريبا عندنا هنا باسكو, اللي عندنا هنا تقريبا باسكو ممكن نعوضها بكلمة كار. غير هي كلمة كار هي كلمة واحدة, ماشي بحال هذه فيها جوج, ليست كهذه مكونة من كلمتين. نتكلم هنا عن العبارة المركبة من كلمات مثل باسكو, نجدها كأنها تربط بين عبارتين أو بين جملتين. إذن طبعا سموها une locution conjonctive. إذن كما نقول عبارة جامعة. ثم عندنا مثلا عبارة rendre visite. طبعا هذه من العبارات المستعملة كثيرا. طبعا visite المقصود بزارة, لكن غالبا نقول je vais rendre visite à mes parents. غالبا أقول مثلا je vais rendre visite à mes parents. مثلا في الزيارة أريد أقول مثلا Je veux visiter mes parents. أنا أريد زيارة والدي. غالبا أقول Je veux rendre visite à mes parents. إذا أنا أريد زيارة والدي. طبعا نتكلم عن rendre visite. هذه est une locution verbale. كما نقول بأن عبارة فعلية. Est une locution verbale. Est une locution verbale. إذا هي عبارة فعلية. الآن نعود إلى الكريتير. إذا نعود إلى المعايير التي من خلالها تم تقسيم كل هذه الكلمات. شنو هي المعايير التي تمت حتى نقسم من خلالها هذه الكلمات التي عندنا هنا؟ كما عندنا هنا الكريتير سيرفون أو كلاسمون دي بارتي دو ديسكور سون, المعايير المستعملة في ترتيب أقسام الكلام أو أقسام الخطاب سون هي الكريتير دو فاريابيليتي. طبعا نقول عن شيء بانه فاريابل يعني انه متحرك ومتغير. اذا هنا نتكلم عن معايير التغير, معايير التحرك او معايير التغير. ننظر الى هذه الكلمه او الى هذه العباره هل هي تتغير ام لا. اذا كانت تتغير او لا تتغير فهذا معيار اساسي من خلاله نستطيع تصنيف كلمه. دي كريتير دو فاريابيليتي ديمو دون كلاس. إذا نتكلم عن كلمات قسم فاريتيل, هل تتغير؟ إذا كانت تتغير مثلا أصنفها مع الأفعال. الأفعال كما تنعرفوا بأنها تتغير. كومو فاريتيل, هذه الأفعال تتغير مثلا عند أو آخ. إذا نصنفها مع برومي جروب, مع المجموعة الأولى, المجموعة الثالثة وهكذا. كومو فاريتيل, كيف تتغير؟ أون فونكسيون دو كو فاريتيل, عن طريق ماذا هي تتغير؟ en fonction de quoi varie-t-il. شنو تيخليها تتغير؟ واش تدخل عليها حرف تتغير او تدخل عليها ضمير تتغير الى غير ذلك. اذا كل هذا يجعلنا نصنف هذه الكلمات مع الافعال, مع الاسماء, مع الاحرف الى غير ذلك. ثم هناك دي كريتير سانتاكسيك. اذا دي كريتير سانتاكسيك. ثم هناك مميزات خاصه بالكلمه ودورها في الجمله. هاد الكلمة شنو الدور ديالها في الجملة؟ كيل فونكسيون لي مو دون كلاس بوفتيل افواغ دون لا فخاز. يعني اش من دور لهاد الكلمات الخاص بواحد القسم بوفتيل افواغ يمكن ان يكون لها. نتكلم هنا عن الدور دون لا فخاز في الجملة. اش من دور عند هاد الكلمة في الجملة؟ واش هي تربط الكلمات او تقوم بواحد العمل اخر الى غير ذلك. ثم دي كريتير دو سونس. ثم هناك مميزات المعنى. تنشوفوا حتى هاد الكلمه اش من معنى عندها.
لي كريتير دو سونس. طبعا نصنف ايضا هذه الكلمات على حسب المعاني ديالها. كاين تيب دانفورماسيون ابورت لي مو دون كلاس. اش من نوع ديال الخبر ابورت؟ ان تحمل لي مو دون كلاس كلمات قسم. طبعا حنا قسمنا الكلمات الى عده اقسام. دابا تنشوفوا كل كلمه في واحد القسم اشنو المعنى ديالها اللي تتجيب لنا، اشنو الخبر اللي تتجيب لنا. اذا نوعيه الخبر ايضا تخلينا نصنف هذه الكلمه يا في هذا القسم او في القسم الاخر. اذا لي فرونتيير اونتر لي ديفيرونت بارتي دي ديسكور نو سون با توجور نيتمون ديليميتي. الان دابا حنا قسمنا الكلمات، واش هاد الحد اللي درناه بين كلمات وكلمات، هاد الحد اللي وضعناه بين هاد المجموعه والمجموعه الاخرى والمجموعه الاخرى، واش هاد الحد نت يعني انه بشكل قاطع؟ طبعا لا، كما تشوفوا هنا لي فرونتيير يعني نتكلم عن الحدود اونتر لي ديفيرونت بارتي اللي موجود بين مختلف الاقسام دي ديسكور الخاص بالكلام وبالخطاب. نو سون با توجور نيتمون ديليميتي، هي ليست دائما بشكل قاطع او بشكل واضح ديليميتي انها محدده. يعني ممكن نلقى واحد الكلمه تدخل هنا ونلقاو كلمه اخرى تدخل ليه، الى غير ذلك. كما غنشوفوا امثله هنا ساتامو بابا بارتونير ادو كاتيغوري ديفيرونت، يعني بعض الكلمات يمكن ان تنتمي بيف ابارتونير ساتامو بيف ابارتونير، بعض الكلمات ممكن ان تنتمي ادو كاتيغوري ديفيرونت، ممكن تنتمي لمجموعتين مختلفتين. مثلا كلمة تو، كلمة تو يعني كل، هذه ديتيرمينو او برونو، ممكن ان تكون ديتيرمينو محددة وممكن ان تكون ضمير. اذا هاد تو على حساب الاستعمال ديالها، على حساب لو سونس. احنا رجعنا لو سونس، يعني على حساب المعنى اللي غتجي ليه، على حساب المعنى اللي غتسوقو لينا. اذا نقدروا نحددوها واش هي ديتيرمينو او بيان برونو. ثم certains mots peuvent occuper une fonction qui est réservée à une autre catégorie. إذا certains mots peuvent occuper، إذا بعض الكلمات ممكن أن تملأ، المقصود بأنها ممكن أن تلعب دور، une fonction يعني ممكن تلعب دور qui est réservée الذي هو مخصص، qui est réservée الذي هو مخصص à une autre catégorie المخصص لمجموعة أخرى. إذا بعض الكلمات ممكن أن تملأ لنا دور مخصص لمجموعة أخرى. مثلا كلمة لواه، لواه إذا نتكلم عن بعيد، هذا أدفيرب. طبعا كلمة لواه هي ظرف، هي في الحقيقة ديالها ظرف أدفيرب. سامبلوا يعني أنها تستعمل أحيانا كوم أتخيبي، تستعمل كوصف، ممكن تأتي كوصف كما عندنا هنا ألي لواه، إذا هي بعيدة. Elle est loin, elle est bien. Thomas, certains mots ont changé de catégorie. Certains mots ont changé de catégorie. Maintenant, quelle est ma noire? Quelle est ma noire? L'été, tu as un bête sarir, le cadim, ou tu as un kasar sarir. Il y a, en fait, était autrefois, un kanat, cadimen, un verbe, un verbe, kent, un verbe. On a une quelle est ma noire? Quelle est ma noire? Thomas, quelle est ma noire? اللي كانت تعني سكنة. الآن مبقاش هاد المعنى ديال سكنة اللي خاص بهاد الكلمة، أو مثلا كلمة ماني كانت تعني أيضا في معناها سكنة، الآن أصبحت هناك كلمة أخرى تعوض هاد المعنى، مثلا أبيتي أو بيان غيزيدي إلى غير ذلك. إذا عندنا كما نلاحظ كلمة تحولت من معنى إلى معنى آخر، كانت تلعب دور فعل فأصبحت تلعب دور اسم. ممكن نحدد هذه الكلمات في اقسام، لكن هذه الحدود الموجوده بينها ليست هي تامه، هناك كلمات تتغير، ممكن ان تكون اليوم في هذا القسم وغدا تصبح في قسم اخر. اذا هذا فيما يخص الفقره، حياكم الله والى لقاء قادم باذن الله.